النهارده يعني رائع وانا سعيد بيه قوي، وزي ما قلت لك ربنا كافئه لان هو فعلا الحكم عادل. صحيح، انا متفق معاك بشكل كبير جدا. كابتن رضا، تعالى نمسك ضربه الجزاء الاولى والثانيه والثالثه. ضربه الجزاء الاولى كان حصل عليها علي معلول بعد التحام تم بينه وبين حمزه المثلوثي الظهير الايمن لنادي الزمالك. شفت ازاي اللقطه مع الوضع في الاعتبار ان احنا مش هنعرف نزاعها طبعا الا ببعض الصور؟ لا هو مش هيحتاج، هو مش التحام، دي عرقله. عرقله. وطبعا يعني مش عايز اروح لجزء فني. يعني مش عايز اروح لجزء لا انا بحب اسمع برضو الجزء الفني من حضرتك، كان ممكن يتعامل ازاي معها المثلوثي بما لا يجعله يرتكب ضربه جزاء؟ كابتن هاني، انا قلت في معاك تعليقا على مباراه الزمالك وانبي ان لعيبه الزمالك او لعيبه انبي رفضت هدايا من مدافعي الزمالك اكثر من مره للحصول على ركلات جزاء. ويمكن لو حد من لعيبه الزمالك او جهاز الزمالك سمعني ساعتها يمكن كان النهارده الزمالك يعني على الاقل يعني يتحاشى ركله من ركلتين. لان النهارده كان ممكن للاثنين. ان لعيبه الزمالك ما اعرفش ازاي لعيبه بالقيمه دي وبالاسعار دي بترتكب اخطاء زي كده. يعني النهارده حمدي هو حمزه المثلوثي في اللقطتين حمزه الاثنين يعني ازاي تعمل مخالفه بكده وكان ممكن تيجي واحده ثالثه. فاللعيبه ما عندهاش. يا جماعه خلينا نقول يعني انا شايف جهاز نادي الزمالك مثلا تحديدا ومعظم الاجهزه محتاجه حد يقرا لهم القانون. يعني محتاجه حد يقرا لهم القانون. اللعيبه بسهوله جدا ممكن بتعمل ركله جزاء، يعني بتاعت النهارده دي اجري جنبه. مش محتاجه منك ان التزامه دي لازم تكون حريص وعارف ان انت هترقص هنا. ايوه هو رايح فين مهاجم النادي الاهلي؟ راجع لورا. راجع لورا. مش مطلوب منك تعمل الزحلقه دي. انا باكد على حضرتك ان انا يعني ما بحبش اخوض في الجزء الفني. لا ما هو جزء فني مرتبط بالتحكيمي انه ازاي كان يتحاشى انه يرتكب. كابتن يجري جنبيها. كابتن انا قلت في اللقاء السابق معاك يا كابتن هاني قلت انا ما تعملش شاكلينج على الكوره الا اذا كنت واثق 100% ان انت تاخد الكوره. تمام. طيب اللقطه دي الاولى ومعنى كده ان هي بنسبه 100% قرار صحيح من وجهه نظرك. اتفق معاك تماما. تمام. الضربه الثانيه اللي حصل عليها عمرو السوليه من نفس اللاعب حمزه المثلوثي، حاول يشوطها لمسها عمرو السوليه دفعها للامام فصوب حمزه المثلوثي في جسد عمرو السوليه. صحيح 100 مليون في الميه. وبرده حمزه يشيل اللعبه. في باصين الكره كانت في حوزه لعيبه الزمالك، باصين بشيء من التراخي. وبعدين في الاخر حمزه باهمال ما طلش الكره، القدم وصلت للمنافس. فركله جزاء مش عايزه كلام. تمام. ضربة الجزاء الثالثة والأخيرة وهي ضربة جزاء الزمالك اللي سجل بها هدفه الثاني، كان سيف الجزيري في وجود حمدي فتحي وعلي معلول جوه منطقة الجزاء، روغ الأول وبعدها سقط أرضا بدون أي توصيف مني. شفت إزاي اللقطة؟ لا أنت وصفت كده هاني، أنت قلت سقط أرضا، يبقى أنت كده قلت إنها مش ركلة جزاء. لا لا لا، سقط بقى حد أسقطه ولا سقط؟ لا معرفش، أنا مستني بقى التوصيف من حضرتك. هاني خلاص أنا حفظتك وأنت حفظتني. طيب. هو انا شايف. طب هكمل بقى التوصيف ما دام اعتبرتني وصفت ان هو شفنا في الاعادات في تلامس حصل في الاقدام او في الركبه. هو لعب الكوره في تلامس يعني الفاول اللي بحسبه خارج منطقه الجزاء احسبه داخل منطقه الجزاء. في مخالفه بسيطه من لعيبه النادي الاهلي. تمام. يتعاقبوا بركله جزاء في خطا حصل. تمام. الخطا طالما تحسبه خارج منطقه الجزاء احسبه داخل منطقه الجزاء. تمام. بص يا كابتن هاني لو شفت ثلاث ركلات جزاء اداء الحكم وصفارته واشارته وتواجده وتمركزه يديله امتياز. ايوه يديله اقناع مفهوم ان هو متاكد من قراره. مفهوم. انا اتفق الحكم تماما في قراراته باحتساب ثلاث ركلات جزاء. مظبوط. حتى التنفيذ كان صحيح، اداء عادل النهارده كان عادل. مفهوم. وانا بعد ما قلت رايك بقى احب اقول ان انا كمان متفق مع حضرتك ان الثلاث ضربات جزاء ضربات جزاء صحيحه، سواء الاثنين بتوع الاهلي او بتاعت الزمالك من وجهه نظري طبعا، وللحق او لاي احد الحق فيه انه يقول راي اخر مخالف للنقطه دي. طيب بشكل عام راض كده ووصفت الكابتن محمد عادل ان له من اسمه نصيب يعني بانه عادل بشكل عام. كابتن هاني عادل على مستوى الشخصي وهو مش قريب مني يعني على فكره. تمام. مفيش اتصالات متواصله ودي ميزه جميله قوي بحبها انا في الناس. يعني عادل صبرت كتير وضحى كتير. ايوه. يعني عندي معلومات ان هو كان ضابط شرطه برد عاليه. ايوه. واستقال من الداخليه حبا في التحكيم. لا يعني حصل تعارض ما بين هنا وهنا. تمام. وما خدش حظه في التحكيم الدولي. يعني انا ما خدش ما يناسبه وما يناسب مواهبه وقدراته في التحكيم الدولي. تمام.
اتعشم ان لجنه الحكام يساندوا، واعتقد هو فاضل له سنوات، يعني انا شايف ان هو يستحق التواجد في بطوله افريقيا اللي جايه كمكافاه او تقدير، مش بس على ادائه في مباراه النهارده، لكن يمكن في السنوات الاخيره. عادل الحكام كويس جدا، النهارده درسوا نموذج. يمكن الاسبوعين الاخيرين دولت او بدايه الدوري انا مش راضي عن التحكيم، مش يعني راضي عن التحكيم، يعني انا مش راضي، لكن النهارده عادل يعني صلح صوره وواقف لجنه الحكام على رجليها. اعتقد انك تقصد تحديدا امبارح اللي كان فيه بعض القرارات الكتير او بعض القرارات الجدليه او اللي فيها اخطاء واضحه، مش كده؟ والله حظهم جميل، خلينا اتفق معاك يا كابتن، لكن انا الاسبوع ده والاسبوع السابق الفار ساعدهم شويه، ويمكن غياب الاهلي والزمالك، لان احنا برضه الصريخ والتهليل بيحصل في اخطاء الاهلي والزمالك، لكن الفرقه الثانيه يعني في اخطاء ممكن تبقى توصل لدرجه الكارثيه وما حدش بيتكلم فيها، ما لهمش صوت عالي، مع انه الواقع انه المفروض يعني الاهلي والزمالك زي طلائع الجيش، زي المقاولين، زي اي نادي، لانه في الاخر النادي هو اللي متضرر مش المشجع، يعني النادي هو اللي بيفقد نقاط بسبب اخطاء تحكيميه. ايه الخطا اللي تصفه اللي وصفته بالكارثي يا كابتن رضا؟ لا الاهلي، خليني ارجع لك يا هاني، الاهلي والزمالك زي الباقيين، يعني في ولاد اللي عندنا، في الولاد البطه البيضاء وفي البطه السوداء، خلينا نتفق على كده، الاهلي والزمالك دول ولاد الاكابر، قطتهم جمل، تمام. الناحيه الثانيه خلينا يوم بيوم هاني، يعني انت اليوم اللي انت بتغيبه فعلا احنا بنفتقدك كتير قوي، احنا سعداء ان انت النهارده جمعه وموجود معانا على الهواء، فما تحرمناش من وجودك كده، وهننسى الاسابيع اللي فاتت، ونتمنى ان تكون مباراه النهارده بدايه الانطلاق وانتعاشه للتحكيم المصري. بشكرك كابتن رضا البلتاجي خبيرنا التحكيمي الكبير، نورتنا من خلال وجودك معانا.